استاذ رجب، طبعا ردود الافعال كانت كبيره جدا امبارح على حديث المستشار مرتضى منصور. طبعا كانت في اخبار ساره كثيره، وكان في قرارات اسلجت صدور الناس وفرحت اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير نادي الزمالك طبعا، واهمها طبعا التوحيد طبعا، ثمن التذكره في المباراه اللي جايه مباراه سيراميكا ب 20 جنيه، كل التفاعل ده. لكن القضيه اللي شغلت الناس كلها وكله اجمع عليها زي ما استاذ ايهاب الفولي قال، اهلي وزمالك كله توحد خلف قضيه عادله، هي ايه اللي بيعمله ممدوح عباس في نادي الزمالك ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا استاذ كريم، ردود الافعال مش امبارح بس، ده امبارح والنهارده ولغايه اللحظه اللي بكلمك فيها ردود الافعال غير عاديه. انا من خلال خبراتي الصحفيه الطويله جدا شفت قضايا فساد كتير جدا، لكن اعتقد اللي احنا قدامه النهارده وامبارح والاسبوع اللي فات واللي قبله، احنا قدام اكبر قضيه فساد في الوقت في القرن العشرين او القرن الواحد وعشرين. احنا امام مستندات بالصوت والصوره. اللي تقدم ده زي ما عرفنا في الصحافه والاعلام، اي كلمه في وسائل الاعلام بتبقى بلاغ للجهات المسؤوله ولمن يعنيه الامر. وخاصه ان احنا في زمن رئيس دولتنا بدا عهده بانه ضد الفساد. رئيس نادي الزمالك ايضا من ساعه ما تولى مسؤولياته كرئيس للنادي حتى له كتابه الشهير ضد الفساد، شهير طبعا جدا قد كده، واخد بالك، ضد الفساد. فانت عايز تهدم مجتمع، سيب الفساد يتوغل فيه براحته، واخد بالك. قضيه ممدوح عباس دي قضيه في منتهى الخطوره. يعني اما واحد عارف دي لو فلوس مرتضى منصور هقول لك اللي احنا بنعمله ده غلط، صح. انما دي قضيه مال عام، مال عام، مال الشعب، مال الاعضاء. ايه الصمت ده؟ بس انا واثق ان الدوله فيها مؤامات وفيها توقيتات وهتتدخل، ولن ينجو فاسد في هذا العهد من العداله ابدا. لان احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي معلوش فواتير لحد، مفيش حد له فضل عليه غير الشعب المصري اللي اختاره وجابه، واخد بالك، لا حزب ولا اي شخص ولا مسؤول ولا دوله خارجيه ولا حد داخلي له فضل على الاستاذ على الرئيس عبد الفتاح السيسي. فهو بالتالي لن يحمي احد، وانا واثق ان في تدخل، هيبقى في تدخل من الدوله، لان احنا النهارده بنقدم مستندات صوت وصوره. يعني جمهور الزمالك في عز هذا المهرجان اللي احنا فيه من مقاومه الفساد، اما يطلع المستشار مرتضى منصور امبارح يقول اخبار تفرح الجماهير، تفرح الاعضاء، الراجل ده ايه، جبل؟ يعني الراجل ده جبل، الناس مستغربه. طب ازاي يبقى في وسط الالغام دي كلها وبيفكر يخلي التذكره ب 20 جنيه؟ بيفكر امه والاب لاي عضو في نادي الزمالك يضافوا على بمبلغ رمزي؟ بيفكر ازاي الطبقات المتوسطه، واحنا كلنا من هذه الطبقات اللي احنا ما عندناش اللي قال عليه كابتن مصطفى يونس المنتجعات والكمباوند والحاجات والعربيات اللي مش عارف الفارهه والبتاع، ما عندناش الكلام ده، واخد بالك، رغم ان اشتغلنا في البلد دي 50 سنه. اشتغلنا وتعبنا وعرقنا وربينا اولادنا احسن تربيه. يعني انا مطلع اتنين ظباط وصحفيه، ضيعت عمري كله في الشغل. انا ما عنديش النهارده ما اعرفش المليون، يعني انا ما وصلتلوش. فلما بتفرج انا واشوف ده، في ناس في كده بيجي، ها؟ في ناس كده بيجي المليون. المليون ده انا يعني ما شفتوش يا مصطفى. ده المليون ده بالنسبه لهم ربع جنيه دلوقتي. المليون اتهزق، والله العظيم المليون اتهزق. يعني اتهزق لانه بقى خلاص، يعني ملوش هو. انت لو سعر. لو كنت اديت الزمالك كارد كان زمانك دلوقتي مع لا ده راجل، ده موضوع استثماري، مشروع استثماري ضخم. موضوع جداً الكارد ده، ده بيتصرف خمس ست مرات، زي بياكل وبيشرب يا كريم ويصرف على نفسه وعلى علاجه من فلوس حرام.